السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وجنكم في حلقة جديدة من ماينكرافت، وهي مسابقة من من اجمل من القرف. الحين راح نوريكم القرفة اللي هي مستردث وكيدهم. طبعا انا كتبت انا حاطة معاكم مستردث ومعاكم كيدكم. انزين حلو، هاي القرفة مسوينها، هاي القرفة بس مع حق مستردث وكيدهم. بس كفى في ضفوات يعني، بس بلوك الثلج. زين، وراح نقول لكم قرفتي اللي هي كتبوا عنكم حمودي. زين هذا اعطوني رايكم فيها، غرفة بالسقف ويعني اي اضافات يضيفونها في القرف كتبوا بالتعليقات، وان شاء الله راح ننفذها لكم. يعني نشوف الاحسن راح نعدله يعني نحطه. وهذا قرفة اللي ابو الصادق، اعطونا رايكم فيها وشوفوا احلى القرف وصوتوا لها تصويت من ذا احلى يعني من ذا الاجمل من قرف الثلاث. قرفة مستردث وكيدهم على اثنينهم في قرفة، او قرفتي اللي هي قرفة حمودي او قرفة بصادق. والحين راح نروح الحلقة، ولا تنسون لايك واشتراك. كان معكم اخوكم حمودي، والى اللقاء، سيو.